السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. بلغني البارحة موت الصديق والأخ دافيد رجل الكهف، ولقد صدمت بموته في هذا العمر الصغير، رغم أن الإنسان لا يحسب بعدد السنين التي عاشها، بل بما قدم للآخرين من أفكار وأعمال. ومما لا شك فيه أن دافيد رجل الكهف قدم الكثير في مجال التنوير والمعرفة. رغم أن من طبعي لا أحزن على من مات، وأقول ارتاح من هذه الحياة وهذه المسؤولية، خاصة للمثقفين والمفكرين والمبدعين، ولكن حزني يكون على فراقه، وحزني يكون على أنه توقف عن العطاء، ليس لأنه مات، خاصة كما قلت عندما يكون هذا الإنسان قدم الكثير لعالمنا العربي والمتكلم بالعربية. هذا الإنسان، وأؤكد على كلمة إنسان لأنه كان بالفعل إنسان مسالم إلى أقصى الحدود، مسالم قولا وفعلا، وكان كل همه أن تصل المعلومات إلى أكثر عدد ممكن من الناس، وهذا في الحقيقة هم الكثير من التنويريين فيما يسمى عالمنا العربي والمتكلم بالعربية. غادرنا دافيد رجل الكهف، غادرنا لا ندري إلى أين، يمكن أن نضع مليون احتمال، ولكن لا أحد إلى هذه الساعة يدري إلى أين ذهب، ولكن ما هو أكيد إنه قد ذهب من هذه الحياة. تعرفت عليه وعلى أفكاره من خلال كتبه ومن خلال فيديوهاته العديدة، وتعرفت عليه شخصيا، وكان من حسن حظي أني التقيت به هنا في هولندا وفي هذه البيت مع الأخ العزيز سهل وجان. في الحقيقة رغم أنها كانت زيارة خاطفة، حيث سال قادم من أمريكا ودافيد قادم من السويد، والتقينا في هذا المكان وتحدثنا مدة ساعات على عديد من الأمور، منها الوضع في عالمنا بصفة عامة وعلى العلمانية وغيرها من المواضيع الأخرى. وعندنا فيديو سجلناه على قناة جسور متاع سال، وسوف أنزله في هذه القناة بعد هذه الفيديو لكي تكون شاهد على التاريخ. في الحقيقة الإنسان فينا يعيش طفولة بعيد عن فكرة الموت حتى يحصل له الوعي بالموت. يمكن أن يكون في سن صغير جدا، يمكن أن يكون أكبر من ذلك. كل ما أتذكره أني أول مرة وعيت بالموت هو موت جدتي التي كنت أحبها كثيرا.
أتذكر إن أول ما علمت إنها ماتت حزنت كثير وتساءلت، لماذا ماتت؟ إلى أين ذهبت؟ وطبعا الرد التقليدي الذي موجود في شعوبنا إنها ذهبت عند الرب، إنها ذهبت إلى السماء. في الحقيقة هذا الجواب في داخلي لم يقنعني، حيث قلت ما هذا الرب الذي يأخذ أعز الناس لدينا ولماذا يأخذهم عنده؟ طبعا وتساءلت عدة من الأسئلة حول هذا الموضوع من حولي، وكان جوابهم إن بعد الموت نذهب عند الله لأن هناك الحياة أفضل والحياة الأبدية. طبعا كطفل صغير كان ردي معناتها بكل عفوية، حتى أنا أريد أن أذهب عند الرب. فعندما قلت هذا الكلام الكل نظر إلي نظرة حادة وقالوا لي اللطف عليك بعد عمر طويل. هنا أنا وطفل صغير تعجبت لماذا يتناقضون في الكلام. من ناحية يقولون إن الذهاب عند الرب هو أفضل، ومن ناحية ثانية عندما أتمنى أن أذهب عنده يقولون لي اللطف عليك بعد عمر طويل. ولكن رغم كل شيء حصل في داخلي رغبة للموت وأنا في عمر جدا صغير، وكنت أريد أن أموت في أسرع وقت ممكن، ولهذا اتبعت ما يسمى بالإسلام السياسي، لأني كنت أعتقد في ذلك الوقت أنني سوف أموت شهيدا وأذهب عند الرب لكي أعيش الحياة الأبدية. ومنذ ذلك الوقت وأنا أشاهد الكثيرين يموتون من حولي، من أعرفهم ومن لا أعرفهم. ومع الوقت أصبحت الموت بالنسبة لي أمر عادي، لا أبحث عنه ولا أترقبه، لأني فهمت مع السنوات التي عشتها إن الموت آتي لا محالة. فقلت لماذا أفكر في الموت؟ لماذا لا أفكر في هذه الحياة التي أنا موجود فيها؟ وعندما يموت شخص ماذا أقول لنفسي؟ يجب أن أعمل أكثر وأن أعطي أكثر وأن اغتنم هذه الحياة وأعيشها كما أريد. إذن أي واحد نسمع به خاصة من الأشخاص اللي نعرفهم ونحبهم يموتوا ديما يعطيني طاقة وعزيمة لكي أعمل أكثر. أتذكر إحدى القولات التي أثرت علي وأنا في العشرينات تقريبا، التي تقول عندها القولة إن أحد الأشخاص كتبها على قبره، تقول يا واقف على قبري لا تتعجب من أمري، بالأمس كنت مثلك وغدا تصبح مثلي. كما أتذكر قصيدة لعلي ابن أبي طالب التي يطلق عليها القصيدة العصماء، التي تقول النفس تبكي على الدنيا وقد علمت إن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار
للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ طبعا القصيدة طويلة، هذا المطلع متاعها، أما جدا معبرة وتلخص إن هذه الحياة أهم شيء فيها هو ما تقدم، ما تنتج، ما تعمل، ما تبني من أفكار يعني يمكن تبقى للأجيال القادمة. لهذا أقول لكل إنسان مهما كان إنه لا يغادر هذه الحياة حتى يترك أثر، وإن كان بسيط، وإن كان تعليق في إحدى الفيديوهات أو على الفيسبوك، والآن معناتها بالوسائل التواصل الاجتماعي يمكن لنا أن نثبت وجودنا حتى بأبسط الأشياء. هذه مسألة جدا مهمة، كما على كل إنسان أن يحاول أن يترك أثر، مقال مكتوب، تعبير عن آراء، فعل يبقى في هذا الوجود يمكن أن ينور شخص آخر في المستقبل. لا تأتي إلى هذه الدنيا وتخرج وأنت مجهول. إذن الذي أريد أن أقول لكل من رحل عنا، وقبل دافيد رجل الكهف هناك السيد القمني، وقبله هناك جون برو الذي ترك أيضا كثير من الأشعار المعبرة، يعني إنسان جدا حساس وإنساني إلى أقصى درجة. صحيح هو غادر هذه الحياة، والسيد القمني غادر هذه الحياة، ودافيد رجل الكهف غادر هذه الحياة، ولكن ما زال يعيش في داخلنا وترك أثر في الوجود سوف تطلع عليه الأجيال القادمة، وسوف يتعلمون منه الكثير. في الحقيقة موت هؤلاء الأشخاص صحيح خسارة كبيرة، ولكن علينا أن نعمل أكثر لنشر الفكر التنويري بين كل الأشخاص الذي حولنا. هذه يعني مسألة جدا مهمة، يعني موت شخص معطاء، شخص تنويري، هي خسارة كبيرة لنا. صحيح كما يقال يعني القلب يحزن، ولكن نحن ما زلنا موجودين في هذه الحياة، ويجب علينا إن هؤلاء الأشخاص لن يموتوا بفكرهم وبعطائهم وبما قدموا من أفكار. إذن آخر ما أردت أن أقوله في هذه الفيديو القصيرة تخليد لذكر دافيد رجل الكهف، مع ألف سلامة أيها الغالي، أيها العزيز الذي تعرفت عليه من قرب ورأيت فيه الإنسان المسالم الطيب الذي يعني يعطي من نفسه ويعطي من جهده لكي ينور ويفتح عقول الآخرين. وآخر قولي هنيئا لكم، هنيئا لكل من غادر هذه الحياة، هنيئا لكم، لقد قمتم بما يجب
القيام به وأكثر بكثير. وأتمنى أن تكون هذه عبرة لكل التنويريين الذي موجودين في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، لكي يتحدوا أكثر وأن يتعاملوا مع بعضهم أكثر، وأن ينحيوا البغض والكره والخلافات التي ورثناها من الدين الإسلامي الذي علمنا كره الآخر. يجب أن نفكر في الأجيال القادمة. نحن كما أقول وأقول لقد انتهينا. نحن معناتها ما عادش نجمو نعملو حتى شيء. معناتها السلبيات اللي غرسوها فينا من الصغر متاعنا من ولادتنا ما نجموش نحيوها، قد ما نحبو نتخلصوا من العقلية الإسلامية والعقلية الدينية لا نستطيع أن نتخلص منها كليا. ولهذا كل واحد منا يبذل المجهود اللي عليه أن يبذله باش يحرر العقول الذي حوله من أهله وغيرهم، لكي ينفتحوا على العالم، وخاصة وأهم شيء الانفتاح على الإنسانية وعلى الوجود الذي نحن موجودين فيه، لكي يكون أفضل في المستقبل. وأخيرا وأعيدها وأكررها، هنيئا للسيد القمني، هنيئا لدافيد رجل الكهف، هنيئا لجون برو وغيرهم الكثيرين. يمكن أنتم لا تعرفوهم، ولكن أنا تعرفت عليهم من قرب، والذي تركونا أيضا وتركوا آثارهم، ولا يعرفهم إلا القليل القليل القليل. ولهذا هؤلاء الأشخاص الذي تركوا لنا أشياء يجب أن نحيي ذكراهم، لأنهم صحيح إنهم ماتوا، ولكن ما زالوا يعيشون من خلالنا. وآخر ما أقول، شكرا على الاستماع، شكرا على التشجيع، وشكرا على التوزيع، ومع فيديو قادم وبسلامة.